السلام عليكم، اليوم رجعنا لكم بالفيديو الجديد وهو عبارة عن الجيم اللي أنا حكيت لكم عنها قبل اللي هي اسمها دوتا 2. هي بتكون خمسة ضد خمسة وبتصيروا تقاتلوا بعض، وأول تيم بيكسر الفاونتن بيكون هو الفايز. فمعظمكم بيسألني ليش اسمي بانجو بالجيم. اسمي بانجو مختصر من هيرو بدوتا 2. أنا من أول ما لعبت دوتا 2 حبيت الهيرو وصرت ألعب فيه كثير وهيك. وان شاء الله الفيديو اليوم راح انزله هسه راح تحضروه، هو عبارة عن الجيم انه انا بلعب بالهيرو اللي حكيت لكم عنه اسمه بانجولير. راح اورجيكم وانا بلعب فيه. هو عبارة يعني عن حيوان اللي بتعرفوه بس يخاف بصير يتدحرج ويصير زي طابة. فانا راح انزلكم اليوم المقطع عن وانا بلعب فيه للهيرو دوتا 2 هي. فان شاء الله يعني يعجبكم الفيديو، ما تنسوا تعملوا لنا فولو وسبسكرايب للفيديو، واذا حابين يعني اذا تنشروا القناة انشروها لاصحابكم بلكي حضرونا وكبرنا مع بعض وهيك. واذا حابين تسالوني اي سؤال، حابين تحكوا معي بكول او اي اشي، فوتوا على اللينك الديسكريبشن للديسكورد وان شاء الله ننبسط مع بعض وزي هيك. واذا حابين تحضرونا يعني تحضروا الكليبس اللي راح اصير انزلهم لبعدين، فوتوا على الانستغرام كمان مو غلط. وفي يعني انا اكثر من مره بقى بصير اعمل لايفز وهيك، انه يعني لايف للجيم وانا بلعبه وبصير احكي مع الناس والمتابعين. اذا حابين يعني تحكوا معي فوتوا كمان اعملوا لنا فولو صفحة التويتش، وان شاء الله يعني بس افتح لايف بتصيروا تحكوا معي وتسألوني اي سؤال وتعطوني تشالنجات يعني عادي. فان شاء الله يعجبكم الفيديو وما تنسوا تحضروه كامل. شقيحي انت شقيحي. لشغل بالريكورد طب اعمل ريكورد هاي بيجي فيها بيجي فيها يا باك ترى شفت الاروف لما دخل جوا اسمه دي كي فكرت ميرانا معنا كنت رايح على الاروف قبل شوي فزعت لك تبيع على الشارع بحطها الورد انقلع ايوه بتفرع ولا سوري ما عملك ولا ايش؟ لا ايش؟ لا كوريا لا كوريا لا بسم الله
ما له هذا فايب برضه. اكلت ارو من سورمي. رجع عمل لك سيف. والله ما ضربه. دي عشان شوية مانا بس. دست سال فقط ليش جو هذا مش قهراسه شو اللي استنى الواتش دكتور الطاير هذا خلص ما تسمع صوت دراجون نايت بيفتح هيك اشلف تسمع الطفل لسان بلاك هول خذ خذ انت لا لا انا اسف طول
فايت حوالين السيمترية. خلص خلص. حوالين السنترية حوالين السنترية ايه هذا فوق احد الله عمر انا متت فتصل طبعا احكي التلفون ايه اعطيني خذ الشيء خليها تشوف بس اللي تقع علينا بنعيش كلنا نختفي في الغيم يعني طبعا عبد الله يلا جو 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 هجوم والله شقح راسك لا تلفون اخوان تمام ازاي جو ايه هذا معابي كبير باك لا بحياة امك خدنيش تعال تعجل ولك زلمة والله لا عبد الله طبعا طب انا شو دخلني انا شو دخلني بموت عبد الله يا كلهم بكبيات يا زلمة كبير مع عبد الله انا اللي استنى اللي ماكله سبع ثواني ايوه الدبل لا زلمه لسه بدمج فيه وانا بالبكبي مشان الله شو في زلمه شو الهيرو هذا اغرى
بشتري لي منشار بما انه معك 3000. لا صراحة في 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 في